ابتسامة بيكاسو هو عنوان فيلم جديد، فيلم عراقي روائي طويل أناقش موضوع علاقة الأب ويا ابنه، موضوع حساس كلش، موضوع مهم كلش، وبنفس الوقت دا أناقش الفنانين من أكو بيناتهم غيرة فنية أو أكو بيناتهم تنافس، يا مرحلة يوصلون أو يغيرون حياة اللي أمامهم حتى مجرد يبينون نفسهم على أنه هم فنانين. فهذا هو موضوعي، الحمد لله، يعني موضوع لاقى نجاح كبير من تعرفت أول مرة، وهذا ثاني عرض بالنسبة لي، وأنا سعيد كلش كفيلم عراقي يعرض في السينما البريطانية. مهم كلش أني ككاتب وكمخرج عراقي دا أمثل سينما عراقية في المهجر، فلازم أنطي فد يعني فد كواليتي عالي حتى أنقل للبريطانيين على أنه إحنا كعراقيين موجود عندنا مخرجين على مستوى عالي. الجمهور رح يطلع وهو يعني ما متوقع النهاية. النهاية عندي أنا بالنسبة لي الكل أفلامي، النهاية عندي أهم شيء، لأنه هي اللي راح تغير مجرى نظرة المشاهد للفيلم. فالنهاية أنا حطيتها نهاية مفاجئة للجميع. أنا يعني فخور، يعني مو بس بنفسي أنا، يعني بس باللي اللي وياي همنا، أنه حققنا فيلم عراقي روائي طويل وبمجهود كبير جدا. فبعد نجاح أفلامي اللي قبل هذا الفيلم وحصولي على مجموعة كبيرة من الجوائز والمهرجانات، فكان لازم أقدم عمل مميز شوية حتى يضاهي أعمالي القديمة.